هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. هابي نيو يير عليكم كلكم، وان شاء الله السنه الجديده تكون سنه سعيده علينا كلنا. المفروض ان ده اخر فيديو في 2023، وان شاء الله الفيديوهات اللي تنزل بعد كده هتكون في 2024 ان اراد ربنا. فعشان كده انا بقول لكم هابي نيو يير. الفيديو بتاع النهارده مش عشان نعمل ميك اب لراس السنه، ولا عشان نعمل ميك اب لاي حاجه في الدنيا. الفيديو بتاع النهارده عشان اقول لكم على منتجات اكتشفتها في اخر السنه، وبجد لازم اقول عليها دي مفضلاتي من عند شيجلام. فتعالوا في الفيديو ده اوريكم كم منتج لسه جايلي جداد، ما فيش ناس كتير قوي اتكلمت عليهم. وفعليا شيجلام راحوا الليفل يعني رهيب، راحوا في ليفل فظيع، اللي هو خدوا المنتجات في حتة تانية خالص. فالنهاردة حوريكو كم منتج كده لسه جديد، مع اضافة منتجين بس او ثلاثة من اللي انا بستخدمهم انيوجول، بس كم منتج كده واو بجد وهم يا جماعة. فيلا مش عايزة اضيع وقت، انا هحط لكم فيديو وانا بعمل التوتوريال او بستخدم كل منتج انا بكلمكم عنه. ما ننساش بقى لايك للفيديو، تشتركوا في القناة والقناة التانية بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. ويلا بينا على طول نبتدي. دي اول حاجة يا جماعة بالليب اويل ده. ده يا جماعه انا بص، اول ما شفته قلت شبه بتاع العيال الصغيره كده، فاهمين، ملون وبتاع وغريب. تحفه. لا ثواني، تحفه تحفه يا جماعه، ده مش طبيعي. ده مثلا انا هحط ميك اب، فعايزه على اخر ما اخلص الميك اب احط بقى لبستيك ان شاء الله مات، وتفضل شفايفي شكلها حلو ومش مشقق، وسبيشال ان احنا في الشتاء. ده يا جماعه بيرطب ترطيب مش طبيعي، ده غير اصلا هو شكله خطير على الشفايف. تعالوا نتكلم شويه عن ابداعاتهم في البرايمر الرهيب ده، بجد والله العظيم ده رهيب. ليه بقى؟ هو الفورمولا بتاعته جل شويه كده، فبتدي بشرتك جلو حلو قوي، بلس يا جماعه ان هو شويه ستيكي، فبيخلي الميك اب يلزق لزقه ما يتحركش من مكانه. حتى لو انت مش مثبته باودر جامد قوي، الميك اب هيفضل في مكانه. فلو هتشتروا برايمر من عند شيجلام، لازم تاخدوا البرايمر ده لانه اكتر من رائع. مش هتكلم كتير عن ماي فيفرت فاونديشن اللي هو سكين فانت من عند شيجلام، بس هقول لكم على الدرجه اللي انا مستخدماها، اسمها ورم فانيلا، والدرجه دي تقريبا اكتر درجه ظبط عليا دلوقتي. الفاونديشن ده انا بحبه جدا، عشان هو مش بينشف بشرتي، بيديني جلو حلو، مش تقيل على البشره، بيخلي البشره تتنفس، وفي نفس الوقت كده يعني فاهمين، تحس كده انه طبيعي اكتر. فعشان كده انا بحب الفاونديشن ده قوي. الكل كان هابب في الكونتورنج بتاع شيجلام اللي هو فيه سبونج وكده، لغايه ما يا جماعه جبت الكنسيلر ده. هو كنسيلر لونه غامق من عند شيجلام، الدرجه دي اسمها هازلنوت. ده يا جماعه كنسيلر عادي، يعني البشرات السمراء بيحطوه تحت عينيهم، انا جبته واستخدمته ازا كونتور. واو واو، بصوا انا ما حبيتش خالص ولا كنسيلر من عند شيجلام، هو واحد بس اللي حبيته، مستنيه اجيب منه الدرجه بتاعتي لان انا عندي افتح، بس ده اكتر واحد ما حبيتوش لتحت العين، الدرجه مثلا اللي هي درجتي. لكن ككونتور للبشره خطير خطير يا جماعه. فانتوا لو عايزين حاجه بقى تكون محدده قوي وتاخدوا منها نتفس وغنونه ويندمج معاكم بكل سهوله، واللون بتاعه بيجمنتد جدا، ده خطير. لكن ككنسيلر تحت العين ما حبيتوش خالص. شيجلام لقوا ان كل الناس هبه في التنتات والووتري تنت، فقالوا لكم يعني ازاي، يعني ازاي احنا ما نعمل لهمش تنت؟ معلش خدوا هنا، احنا ازاي ما نعمل لكمش تنت؟ فعملوا لنا القمر ده اللي شبه المانيكير ده. ده يا جماعه ده تحفه، يعني ده تحفه، بس كده هو خلاص. ليه الخدود رائع رائع، مش هقول لكم هو ثابت قوي، يعني لا مش ثابت قوي، يعني الثبات اللي هو مش اجمد حاجه في الدنيا، بس واو واو. انا دلوقتي بقيت بستخدمه بدل البلاش الكريمي من كتر ما انا موهومه بيه، وهتشوفوا كمان شكله على البشره تحفه. واحلى حاجه ان التنت ده هم حاطين فيه ترطيب، مش بس هو ووتري تنت، لا انتوا حتى ما هتحطوه على شفايفكم هتلاقوه بيرطب الشفايف، مش زي التنتات اللي بتحطوها بتصبغ الشفايف وبتخلي لونها احمر لكن شفايفنا ناشفه اطلاقا. هو بيرطب الشفايف وبيرطب الخدود وبيدي جلو، بس في نفس الوقت شكله كيوت قوي على البشره. يعني ده اللي خلاني ابطل البلاش بتاع شيجلام الكريمي. نيجي للباودر اللي اختلف عليها ناس كتير قوي، ناس تحبها وناس تقول لك ايه ده، لا دي ما بتثبتش وملهاش لازمه والكلام ده كله، هي الباودر دي من عند شيجلام. الباودر دي اسمها هايدرو تاتش ريفريشنج سيتنج باودر. الباودر دي الملمس بتاعها سائع، يعني اما تاخديها تحطيها تحت عينيكي كانك حطيتي ميه او حطيتي جل، فهي مش مفهومه شويه. ده غير ان انت لو ثبتي بيها كنسيلر تقيل، هي مش هتثبت حاجه وهيكسر ومش هتحبيه. طيب الباودر دي معموله ليه؟ طيب مش معموله عشان التثبيت، لا هي مش معموله عشان تثبت الكنسيلر التقيل، هي معموله عشان الناس اللي عندها انتفاخ تحت عينيها، فما تمشي الباودر تحت عينيها يقلل من الانتفاخ وينور تحت العين من غير كنسيلر. ولو هتحطي كنسيلر ما تحطيش كنسيلر تقيل، تحطي الكنسيلر اللي هو اليومي اللي هو بينور بس تحت العين مش تغطيه. فالناس اللي عايزين تغطيه وبيستخدموا كنسيلر تقيل يبعدوا خالص عن الباودر دي، مش هيحبوها، ويستخدموا النوع ده اللي
هو الانستا ريدي خطير جدا، لكن دي معموله للناس اللي بجد عايز تنور تحت العين بس، لكن تستني منها انها تثبت ما بتعملش كده. انتوا عارفين ان انا بحب قوي قلم الحواجب بتاع شي جلام وبحب ماسكاره الحواجب من عندهم، بس بعتولي اختراع هايل، وهو الاختراع ده هو مكتوب عليه براو بريك داون براو جل. ده غريب، بصوا ده للناس بقى اللي بتحب الواكس، ايوه الناس اللي بتموت في الواكس اللي بيثبت اللي بيخشب اللي بيمسك حواجبك كده، عارفين اللي هي مش تنزل من مكانها. انا من الناس اللي بحب الماسكارا اللي هو الشكل العادي اللي انا حواجبي مش كثيفه قوي، بس ده بيرفكت للناس اللي حواجبها ثقيله وعايزه تسرحها بحاجه طول اليوم ما تتحركش من مكانها. يعني بصوا خشب حطاه على حواجبي فعليا خشب، فده خطير. يعني ده اكتشاف للناس اللي بجد بتحب الواكس، والفرشه بتاعته السيليكون فبتمشي وسط الشعر بتاعكم، يعني ده شكلها كده. بس هي مشكلتها شويه ان هي بتتوسخ، بس ده سهل ان انتوا تنظفوها بكل سهوله. جربت كميه ايلاينرز من عند شي جلام ملهاش حل يا جماعه. الايلاينر ده بقى اللي جه غطى على كل، لا غطى فعليا على الكل. اول ما شفته كده وفتحته قلت ايه ده، لا الفرشه بتاعته تخينه مش حلوه، تحفة. يعني تخيلوا انا رسمة بيه الخط اللي فوق الرموش على طول، اوف رفيع جدا يا جماعة. هو لا الفرشة مش محجمة الموضوع خالص، ووتر بروف ثابت جدا سواده زي ما انتم شايفين كده خطير. اخيرا يا جماعة شي جلام اتوفقوا في ماسكارا. هم اول ماسكارا عملوها هي ستي وايلد، انا ما كنتش حباها عشان كانت ووتر بروف وما كنتش بحس ان هي بتدي الايفكت الواو. بعد كده نزلوا ماسكارا تانية نفس ستي وايلد بس لونها ابيض عشان الناس اللي ما بتحبش الحاجات الووتر بروف، بس ستيل ما بتديش الايفكت الواو اللي هو لا انا احس بفرق في رموشي، لغاية ما نزلوا الماسكارا القمر دي. يا خرابي يا جماعة الماسكارا دي بتطلع لك رموش لو انت ما عندكيش. يعني انا عندي رمش هنا مقطوع ليترلي مقطوع، بصوا يا جماعة الرموش فظيعة بجد، بتصرحهم حلوة قوي، بتدي طول وبتدي كثافة وبتخليهم متفرقين بجد. دي احلى ماسكارا انا ممكن اكون جربتها من عند شي جلام، وفعليا خطيرة. يعني الافكت بتاعها زي افكت الماسكارات الهاي اند. البلاش ده عجبني جدا السنة دي لانه تقريبا حساه كده نفس البلاش بتاع لاف دايف، انا حاسة كده. فلو انت بتحبي بقى يكون عندك باكجينج شكله كيوت وفرو كده، هاتي بتاع كير بير اللي هو اللون البينك ده، لان انا حابة الدرجة دي طول السنة كنت بستخدم الدرجة دي. لو انت مش فارقة معاكي الباكجينج وعايزة حاجة حجمها صغير، هاتي بتاع لاف دايف، بس دي تحفه. يعني انا حاطه منها بجد بتخلي شكلي كيوت قوي، فانا حابه قوي الدرجات دي من البلاش السنه دي بالذات. خلاص ناقص منتجين، تعالوا اكلمكم عن المنتج الكيوت ده. فاكرين زمان التنت بتاع الشفايف الكامبيل اوف اللي بيتقشر كده؟ ده برضو نفس الفكره بالظبط، هو تنت لنفس بتاع كده زي بتاعه الليكويد ليبستيك، بترسمي بيها على شفايفك بس بتحطي طبقه تخينه شويه وبتسيبيه حبه، وانس ينشف بتبداي تبيلت او تشيليه من على شفايفك فيديكي نفس اللون اللي انا حاطاه ده. وفعليا ده الايفكت بتاعه خطير خطير يا جماعه، وثابت جدا جدا، يعني مفيش ياسه ما بيتحركش من مكانه، وفي نفس الوقت ووتر بروف. يعني انا كنت قاعده بغسل وشي بالغسول وبتاع مش عايز يطلع الا لما دعكت جامد قوي، فهيقعد معاكي فتره طويله بجد خطير. بس اوعي تفكري تحطيه على خدودك، ان انت تفتكسي وتحطيه على خدودك، اوعي تعملي كده بجد، لا خليه بس على الشفايف، هو كيوت جدا. وتقدري كمان تقادي عليه بقى اي جلاس زي مثلا المرطب اللي انا كنت جايباه من عند شي جلام، تقدري تحطيه عليه كده يديكي اللمعة دي. بس انا حبيته وهو مات بس، لكن ما حبيتش ان انا احط معاه حاجة جلوس. نيجي لاخر حاجة خالص وهو السيتنج سبراي. فاينالي عملوا لنا سيتنج سبراي يا جماعة، نفس الشكل بتاع الريفرش سبراي اللي كانوا عاملينه الاول. ده المفروض ان ده مكتوب عليه ان هو سيتنج سبراي، بس ده مش بيثبت، ده بيقلل من شكل الباودر وبيدي البشره كده جلو قبل الميك اب، لكن ده فعليا بيثبت الميك اب وبيقلل من شكل الباودر جدا. فده اقول عليه سيتنج سبراي، ده مش سيتنج سبراي، ده اقول عليه فيكسنج سبراي، ده سيتنج سبراي. فده خطير جدا، لو حابه تجيبي سبراي يثبت الميك اب ويقلل من شكل الباودر هاتي الاصفر ده، فعليا حلو قوي وريحته خطيره. يمكن عيبه الوحيد عندي ان من كتر ما البخاخه فاين انت محتاجه تلزقيها في وشك، يعني بصوا لو رشيته، بصوا شايفين البعد قد ايه قليل قوي، لو رشيته مش هتحسوا حاجه، لازم
تلزقوه كده في وشكم عشان تحسوا بالسبراي وهو محطوط على بشرتكم. وبس كده يا حلوين، دي المنتجات اللي وهمتني في اخر السنه، يعني جايين يبقوا حبايبي في اخر السنه بجد. بس الكواليتي بتاعتهم حلوه قوي، الافكت بتاعهم حلو جدا، سبيشال البرايمر واو، وكمان التنتات بتاعت الخدود دي وهماني بطريقه مش طبيعيه، ماسكارا، الايلاينر، كلهم حاجات حلوه قوي. وقلت اقول لكم عليهم عشان لو حابين تستفادوا من التخفيضات اللي اوريدي موجوده عند شيجلام تلحقوا تجيبوا المنتجات دي لانها بجد حلوه قوي. ما تنسوش قبل ما تمشوا ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.